ازيكم يا جماعه؟ حلقه جديده من لف ودوق كالعاده. جبنا قوتنا الجميله وتعالوا نشوف هناكل ايه النهارده. بقى في فيديو النهارده هنجرب مطعم عامل قلق في عالم الشاورما او في حرب الشاورما. يعني المطاعم بقت كتير قوي، والمطعم اسمه شارع الحمراء، بيعمل انواع شاورما كتير، وطبعا الشاورما اللبناني وشاورما السجق مشهور بيها قوي. فاتح بقاله فتره طويله في وسط البلد، ولكن فتح فرع جديد في الشيخ زايد الحمد لله قريب مني شويه. فتعال نلف لفه عندهم بقى ونشوف الشاورما عندهم حلوه فعلا، وشاورما السجق بالذات، ولا الكلام على ايه؟ ما تيجوا ندوق. طب يا جماعه احنا وصلنا المكان اهو. المطعم في مكان اسمه كليو جاردنز جوه مول سيراميك كليوباترا اللي بعد هيبرون على طول. تعالوا نلف لفه في المنيو ونشوف طلبنا ايه. ده شكل المنيو كده، منيو كبيره. في الجزء بتاع الشاورمات جبت واحد فراخ صاج، وفي اللحمه جبت الكايزر المصري بتاعنا، اما في السجق فجبت اللبناني طبعا، وفي الجزء بتاع المناقيش والبيتزا جبت منقوشه زعتر وجبنه. عندهم برضو برجر للي حابب، وفي جزء السندوتشات ده جبت ساندويتش نخانق نجربه. 1 hour later. طب يا جماعه جبنا الاوردر اهو وجينا الاستوديو بتاعنا. كان نفسي اصور لكم في مول هناك في الحته اللي اسمها كليو جاردنز دي. المكان حلو، لكن الامن او اداره المول رفض التصوير بالكاميرا، فاضطريت ارجع على الاستوديو يعني. فحابين نعمل شكر خاص لاداره المول والامن اللي هناك. نبدا الاول بمنقوشه عشان بس ما تبردش اكتر من كده. ده شكلها كده، ثمنها 45 جنيه. دي منقوشه جبنه وزعتر، ممكن تطلبها نصين، نص جبنه ونص زعتر، او تطلب ميكس بين الاثنين. انا طلبتها ميكس جبنه على زعتر، ولكن برده عملوها نص ونص، بس مش مشكله. كميه الزعتر اللي فيها حلوه قوي، كان نفسي كلها وهي لسه فريش بصراحه، ولكن الحمد لله. ناخد ايه، حته من اللي فيها زعتر، عليها زعتر كتير. تعالوا ندوق نشوف. الراجل متواصي بالزعتر بصراحه. تعالوا ندوق الجزء اللي فيه جبنه. يعني الجبنه اللي عليها حلوه، ولكن انا حابب اخد واحده زعتر على واحده جبنه عشان ادوق الميكس مع بعضه، لان اساسا ده اللي انا طلبته. يعني طلبتها جبنه عليها زعتر مش نص نص، فناخد كده ايه ميكس بين الاثنين. يعني الميكس على بعضه حلو، العجينه حلوه، ولكن ممكن تبقى احسن من كده. برضه نشفت شويه في الطريق وانا جاي، ممكن لو فريش تبقى احسن من كده، ولكن كتقييم على بعضها ممكن نتكلم في حوالي 8 من 10. ونخش على بعضه. ندخل بقى على السلطه. دي تبوله 48 جنيه. ده شكلها كده تبوله كلاسيكيه، ريحتها حلوه بصراحه. تعالوا بقى ندوق ونشوف الكلام على ايه. ما جابوش معلقه مع الاوردر، فهنستلف معلقه من الاستوديو. ناخد كده ايه معلقه كبيره. مش واو يعني، ولكن ايه حاجه منعشه عشان نخش على بعضه. يعني حاسس ان الخضره اللي فيها محتاجه تقل والطماطم تزيد، مش عارف، بس في حاجه فيها مش جايه معايا قوي. فلو هنقيم ممكن نتكلم في حوالي 6 6.5 من 10. ونخش على بعضه. ندخل بقى على سندوتشات. ده سندوتش النقانق 68 جنيه. ده حجمه كده. تعالوا ندوق ونشوف بيقول ايه. ده بيكون عباره عن النقانق خيار مخلل وطماطم مع دبس رمان، معمول في عيش فينو. انا عايز دوق بس ايه النقانق لوحدها، او اللي هو السجق ده. سندوتش حلو بس ناشف شويه، ممكن النقانق نفسها تبقى جوسي اكتر من كده او اطرى من كده، او يزود دبس رمان شويه في سندوتش. كويس بس مش جامد يعني. ممكن نتكلم في حوالي 7 7.5 من 10. ونخش على اللي بعده. ندخل بقى على الشاورمات. ده اعتقد شاورما فراخ صاج 68 جنيه. ده شكله كده ساندوتش طويل ارفع من سندوتشات صاج ثانيه، ولكن اعتقد متعود في الطول يعني. طبعا الشاورما الفراخ انا جبتها صاج عشان في الغالب الشاورما السوري او اللي هي الصاج بتبقى احسن. سندوتش بصراحه مليان شاورما، والعيش بتاعه كويس مش تقيل قوي، وبرده مش خفيف هيشبعك يعني. والتوميه اللي عليه حلوه، بس حاسس ان محتاجه تبقى اهدى من كده شويه. في توميه بتبقى رايقه كده، دي محتاجه تبقى اروق من كده شويه كحضويه يعني. فكتقييم اديله كام من 10؟ ممكن نتكلم في حوالي 8 من 10. ونخش على اللي بعده. كنت عايز اخش على شاورما السجق بس للاسف ما لقيتهاش، ناقص من الاوردر. فهنخش على شاورما اللحمه لحد ما نجيب السجق. ده شكله كده الكايزر المصري بتاعنا 8.45 جنيه، مش رخيص طبعا يعني. شكله مشهي وريحته حلوه، ولكن اهم حاجه الطعم. فتعالوا ندوق ونشوف. عاجبني الجرين ماركس اللي عليه دي، كميه اللحمه حلوه ونظيفه، يعني شرايح اللحمه كبيره كده حلوه.
النهارده كنت جاي اجرب شاورما السجق، ولكن اللي فاجئني بصراحه اللحمه حلوه قوي. يعني دي كتقييم بصراحه تاخد مش اقل من 9.5/10، حلو قوي. ونخش على بعده. One eternity later. اخيرا بقى نخش على شاورما السجق. اتاخر شويتين ثلاثه فرحت جبته بنفسي. ان شاء الله يكون مستاهل المشوار. بس الناس صالحونا وجايبين معاهم بطاطس، وده الساندوتش ده ثمنه 66 جنيه. ده حجمه كده، ده الشاورما السجق اللبناني. نفتحه كده اهو، نعمل له انبوكسنج. الناحيه الثانيه هو الراجل ماليه شاورما بصراحه، والسجق طعمه حلو. يعني دي احسن من اماكن تانية جربت عندها شاورما السجق قبل كده. فاوفر اول عجبني بصراحه. هو فيه خيار مخلل وتوميه مع السجق. التوميه مخليه ماشي شويه مش ناشف. تعال ندوق بس ايه البطاطس اللي معاه. الراجل جاب كميه رهيبه بصراحه. بطاطس حلو. فاوفر اول تقييم السندوتش الشاورما اللبناني. الساندوتش حلو بصراحه، الحمد لله طلع مستاهل المشوار. فممكن نتكلم في حوالي 9/10. طبعا بعد الضرب ده كله محتاجين ايه؟ كولا زيرو نريح ضميرنا، ولكن للاسف ما عندهمش غير كولا عاديه. طلبت كولا زيرو والله، بس اللي جت كولا عاديه. حاولت اريح ضميري والله. لا، فلو هنختصر التجربه، المطعم بشكل عام بيقدم شاورما حلوه، ولكن اكتر حاجه عجبتني اللحمه ثم السجق وبعد كده الفراخ. طبعا كان نفسي اكمل الفيديو هناك جنب المطعم والاكل لسه فريش وسخن، بالذات ان القعده رايقه وحلوه هناك، ولكن للاسف الامن واداره المول رفضوا عشان الكاميرا زي ما قلت لكم. ودي مشكله فلوجرز كتير مع مولات عامه، بيرفضوا دخول الكاميرا البروفيشنال ولكن بيقبلوا دخول الموبايل. يعني لازم يكون في تصريح وقصه كبيره. فاتمنى ان ده يتغير قريب. يعني عرفيني في الكومنتات رايكم لو كنتوا جربتوا المكان، وايه مطاعم الشاورما التانيه اللي حابين نجربها الفتره الجايه، سواء اللبناني او اي مطاعم تانيه. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك شير سبسكرايب. كنت معاكم مهندم مصري، لف ودوق، اشوفكم الحلقه الجايه.